دي هنا كده داخلين للمين بلوك اللي هو الادميشن بلوك. الدنيا رمضان والله خلاص انا تعبت. كده كل يا جماعه طبعا احنا الزمن خلاص الساعة 6 الناس كلها ماشية. ده مكتب اللي اسمه المدرسة اللي هناك. هنا المين بلوك الطريقة دي هنا كده. شايفين الساعة كم؟ دي هنا الجامعة أو الكلية. ده الشوارع هنا، المنطقة دي كلها بتلقاها شنو؟ داخليات. يعني هسه البيت ذاك ده البنات بيكونوا بيدرسوا في 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 كلية هنا. المنطقة دي كلها كده، الطريقة دي. دي الكلية هنا. تبدأ كده. ده هنا بيكون فيه داخلية برضه البيت ده مثلا، كلها كده، الطريقة دي، دكاكين وحاجات. والجو بتاعهم رهيب في 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 اللي اسمه شنو؟ في الصيف، يعني الصيف بتاعهم حلو شديد زي مدينة بنجلور الصيف أو أفضل من بنجلور، أما في في الشتاء طبعا بتكون أبرد من بنجلور بكثير. دي هذيلا هنا كده بي اف اي تي دي للطلاب. طبعا احنا الزمن الساعة حاليا 6 الا الدنيا رمضان فناس الداخلية. هوستل از هير انسايد نو اوكي. الداخلية برضه هنا. دي هنا حمامات كده. دي موية ليه الشرب. دي هنا الداخلية كده. في طلاب طبعا سودانيين، في زي 10 طلاب سودانيين. فأنا بعرف فيهم واحد قال كويسة، قال ممتاز. حتى بغسلوا لنا الملابس في الهوستيل، تقريبا في الأسبوع عندك 10 قطع تقريبا تغسلها. خاصة أيام ال أيام البرد طبعا مهمة جدا جدا. This one. Agriculture. أوكي، دي الناس الأجليكلتشر هنا. دي الكافتيريا بتاعتهم. طبعا احنا الزمن متأخر. أكيد بتكون قفلت طبعا الساعة 6 أسي. دي الداخلية كده. كويس ما كعبة. دي هنا الداخلية. اوكي. الناس بيقعدوا هنا برضه. هناك في engineering workshop. كده. اوكي. This is stop here. دي هنا برضه البورد. notice board هنا. كده الطريقة دي. الجامعة من جوا كبيرة كبيرة ما حاجة صغيرة بصراحة. ده الأوديتوريوم هنا مقفلة. فاستين رزاق راي ما شاء الله ما شاء الله. افتارك لي ما شاء الله. الله حافظ. still there is long time. which time افتار؟ اوكي اوكي الله حافظ. دي شايلين الافطار بتاعهم وماشيين لانه باقي زمن بسيط. شايفين دي الجامعه كده هنا. ده الكمبيوتر هناك ساينس بيلدينج فوق ده هنا. ودي هنا الداخليه بتاعت البنات برضه هنا. البيلدينج الثاني ده هنا. هنشوف نمشي نشوف المس كيف. شايفين الاريا كيف يا جماعه؟ كلها هيلز اريا كلها كده يعني حاجه حلوه شديده بصراحه. بعدين نشوف المس بتاعنا عامل كيف. ده المس هول بتاع الطلاب بالطريقه دي. It's not good. اوكي اوكي هنا شغالين فيها. ده هنا كده. اي ده المس هنا كده. ابو هنا. ده هنا. اوكي ده مسرح هنا يكون فيه نشاطات. ده كله الناس الداخليه. هنا برضه ديل. عندنا حلبة لذيذة لكن عندنا حلبة قال.
اوكي ما شاء الله زبط مليان ما شاء الله. ده الاي تي لاب كل كده الروم كيف يصلح يسوي الحاجات دي كلها هنا. ده المكتب بتاع الستاف طبعا كده. اوكي هنا ده حق السيفل برضو هنا وكده لعباتهم. اوكي ده السيفل راب هنا ده معمل السيفل بالطريقه دي. عارف دي حاجاتكم ما عارف مش. انا ما بفهم كثير في 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 الهندسات طبعا. احنا بنفهم في الاسم هناك اكثر حاجه. ده الفرع الثاني هنا فدي كده شنو؟ الكلاس روم بالطريقه دي. فما بتحتاج لي مكيف في الجامعه دي او في الكليه دي اصلا او المنطقه دي كلها. ما حتحتاج. ده هنا النوتيز ده البورد كده الطريقه دي. الطلاب بيكونوا قاعدين هنا. طيب ده الهوستل بتاع الاولاد فوق ده هنا. ممكن تدخل من هنا وممكن هناك. نو نيد تو سي نو نيد. ففوق دي الداخليه هنا شايفين يا شباب. الجيرلز هوستل زيد ذيس ون. وداك الداخليه بتاعت البنات ديك يعني. فعندك الداخليتين جنب بعض وجوا الكليه. وده هنا بسيت الجامعه هنا. هلا سير. هاي. يا. سي سمثينج. I would like to welcome you at BFIT Group of Institutions, and we certainly look forward that lot number of students will come from your country and will get better education in India over here. Welcome. What you are going to offer for the student who's coming from outside? An international standard campus, a wonderful academic system, great faculty, wherein a student will get to know lot more in comparison to any other institution in India, because the faculty members which we recruit are 99% of doctorate level, and they have a great knowledge towards their own subjects, and we assure that the students, those who pass out from our college, will be lethal and will get great placements across world. Thanks, sir. Thank you.